من أجل الانتصار السريع المدنيون في الموصل يضحى بهم. بهذا العنوان جاء مقال مراسل صحيفة التايمز عن المعركة الجارية في الموصل، حيث اعتبر أنتوني لويد أنه يتم تضحية بالمدنيين لصالح تحقيق الانتصار السريع وفقا لتعبيره، وأن التحالف قد يندم يوم ما على تدميره المنازل واحدا تلو الآخر في غرب الموصل ضمن معركته مع داعش. وبعد أن يعيد الكاتب ذكر ما حدث في مجزرة الموصل يوم 17 من مارس الجاري، يورد شهادة فتاة تدعى أمل أحمد، حيث تحدث معها وهي مصابة بعد إخراجها من تحت الأنقاض لتقول له: لقد اختفى الشارع كله، مؤكدة أن التحالف هو من قام بهذه الغارات الجوية على منزلها في حي الجديدة بالمدينة. وتردف أمل: احتاج منا الأمر يومين كاملين فقط للخروج من تحت الأنقاض، وما يزال هناك 144 شخص محاصر هناك. رائحة تعفن الجثث بدأت تنتشر في المكان، نستطيع سماع بعض من بقوا أحياء يصرخون طلبا للمساعدة. وبعد أن يذكر أيضا الكاتب يذكر بوجود نحو 650 ألف شخص متبق في الموصل، محذرا من جعلهم الضحية التالية، يعاود الكاتب الاستشهاد بما قالته أمل وهي تهدهد ابنها الجريح: أنا غاضبة من جميع الأطراف، لسنا نحن من هرب من المدينة وتركها لتنظيم داعش، الجيش هو الذي هرب وتركنا نعاني، والآن عادوا مدعومين بطائرات التحالف ونحن من يدفع الثمن.